مساء الخير على حضراتكم. أجواء من العام الماضي نفس الأجواء اللي احنا موجودين فيها الآن. كان الاستعداد لتقديم فكرة جميلة تجمع أربع شعوب لأربع دول، حطوا إيديهم في إيدين بعض وقلنا بسم الله، وبدأنا في الشهر الفضيل شهر رمضان. كان تسجيل أول حلقة من بيت للكل، وبتلف السنة كلها وإحنا في خدمة حضراتكم في كل دولنا العربية. سنة من عمر بيت للكل، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة يا رب. رمضان كريم إن شاء الله على الجميع. أنا فاكرة، ويمكن ياسمين بقى تكلمنا عن الذكريات، فعلا كنا موجودين هنا كلنا. كانت ذكريات جميلة كتير. أول يوم تسجيل لنا كان أول يوم نتعرف فيه على بعض، كنا صايمين بس الحالة الحلوة، الإحساس إنه جينا إحنا عم نجتمع لمشروع وطني قومي في استنهاض لمشاعرنا الجميلة العربية، وفجأة صرنا عائلة واحدة. وبعتقد إنه هذا الحكي يعني بكل الدول وعلى مستوى الدول، وهو دي احلى حاجه حصلت في السنه. كان احنا بس بقينا عيله واحده، مش بس احنا كمذيعين، بشعوبنا كلها اتاكدنا انه عاداتنا واحده، تقاليدنا، محبتنا. قد ايه عم بيصير شغلات؟ اولا انا سعيد جدا باول لقاء لي وانا وانت، اول لقاء لنا يمكن رجعت السنه وهي رمضان يعني على الابواب، رمضان المبارك. وانا سعيد جدا ب يعني لقائي معك شافكي. انا كمان اسعد، اول مره نلتقي. كرسي الاردن ده عزيز علي اكيد، يعني بوجودك او شهدكاتي حازم كلكم. نعم. كل سنه اكيد متسألة. زملاء وكلنا بنمثل دوله طبعا واحده، وبنمثل الاردن، وان شاء الله انه هاي الرساله اللي احنا حاملينها بتكون رساله عند حسن ظن الناس، ونكون دائما عم نقدم الافضل لهم. وانا مش كثير بقدر اتذكر معاكم كونه اول حلقات الي، بس انا شاعر بثقل. بس هو الفكره انه لما بيجي يعني حتى احمد، حتى الشباب من الاردن بيدخل في العيله بتاعتنا، بيدخل في العيله، لانه طبعاً الفكره في حميميه وفي احساس انه اليوم احنا عم بنمثل كل دوله. انا بحس اني بمثل مصر والاردن والعراق وفلسطين طبعا. يعني هذا الاحساس هذا اللي بتقوليه يمكن ياسمين حقيقه، يمكن بعض الناس ما تعرف مثلا شنو موجود بمصر او بالاردن او بفلسطين عند ياسمين، لكن من خلال هذه العائله اللي بيها حميميه ومحبه وصدق وكل الاشياء الحلوه، انا قمت ادافع عن القاهره لان اكون ممثل عن القاهره وعن الاردن وعن فلسطين، لان عرفت كثير من التفصيلات المهمه لهذه الشعوب الطيبه الممتزجه بالأرض وبالتاريخ، وكنا حقيقة نتشابه بكثير من الأمور. وحتى من زرتي العراق قلتي طبعًا بأن بشوف مصر بكل مكان، أشوف أيوة أشياء أيوة تشبه أصلاً في أحياء في العراق، حي القاهرة أو شارع القاهرة طبعًا، وفي شارع فلسطين فيعني هي بلداننا كلها حلوة. وأنا بمصر تحديداً ما شعرت حالي غريب أبداً، وعم بستكشف مصر وبكل لحظه بكون أكيد بدي اطلع اشوف فيها، وكل مره عم بشوف شيء جديد. احنا حناخذك على فكره ولا حدا، الموضوع عندكم. لا اهم شيء جرب الاكلات، دائما الكشري اليوم كشري. كشري تمام وياك، ما هي ممتاز، ما هي شافي حكتها بشوي اكل شيء كشري قبل الهواء. على فكره في نقطه كثير مهمه وابراهيم حكى عنها واحنا كلنا شعرنا فيها، احنا اول زياره لنا على مصر ولا حدا فينا حس انه غريب. صح طبعاً. هي بلد يعني جميل بأهله، وبضم وبحتضن أي شخص. بإذن الله كلنا والدول الإسلامية بنحتفي بشهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. ولكن مائدة رمضان والميزانيات والصرف والعلاقة بين التاجر والمستهلك علاقة شائكة جدا، أسعار بتعلى، التاجر بيزيد، المستهلك بيعاني، البيوت عايزة يعني تحتفي بشهر رمضان بميزانيات معقولة جدا. وده لهذا السبب قررنا ان احنا نختم معاكم واحنا مطمنين على ميزانيات كل شعوبنا العربية. بالضبط يا شافكي، كل الاشياء المشتركة اللي حكوا بيها زملائي من ياسمين ابراهيم شافكي، القضايا المشتركة، احنا كشعوب متشابهين تماما، خاصة في شهر رمضان المبارك اللي دائما نتمنى بأن يكون الأمن والسلام حاضر لكل بلداننا العربية، وأن تنعم بالعيش الرغيد. هذه الدعوات اللي دائما كل أمهاتنا وآبائنا يدعون بيها حتى تستقر البلدان. لكن اليوم بما أنه قضيتنا قضية أهم اقتصادية بين المستهلك والتاجر والمستورد، نتمنى بأن من تجارنا وأصحاب الأموال في كل بلداننا العربية بأن يراعون الفقير اللي موجود بهذا البلد. حقيقة هو ما إلى معين غيركم، ودائما اللحمة الحقيقية، اللحمة الوطنية بين بلداننا العربية وأيضا في بلداننا نفسها، ما تجد المساعدات إلا من إنسان. يا ريت الإنسان يقدر ينطي أكثر مما يأخذ. حقيقة مراعاة الناس بهذه الأشياء راح تحس وتدخل الفرحة لكثير من العوائل اللي يمكن محتاجة لأبسط أمور ومساعدات، خاصة في شهر رمضان بارتفاع الأسعار
والنمو الاقتصادي الحاصل والأزمات العالمية اللي أثرت حقيقة على بلدان الشرق الأوسط، وخاصة إحنا كبلدان عربية نتضرر دائما بحصول أشياء بعيدة عنا لكن هي مؤثرة بسبب إحنا دائما مستهلكين ونستورد كثير من المواد الغذائية. نعم صحيح أحمد، ويعني التاجر والمستهلك بالرغم من اختلافهم هما يؤديان نفس الوظيفة الاقتصادية في الترويج والاستهلاك، وبالتالي تمثل التجارة الجذور الأساسية لأي بنية اقتصادية لأي دولة أيضا. بالتالي إحنا بنتحدث اليوم عن التاجر والمستهلك ورمضان على الأبواب، ودائما ما يكون هناك اختلاف لطلب القدرة الشرائية والطلب لبعض السلع الاقتصادية وبمواسم معينة أيضا. اليوم رح نخص رمضان بحلقتنا ورح نتحدث كيف يؤثر ارتفاع هذا المنتج الخام الذي يباع من قبل التاجر إلى تاجر الجملة ومن تاجر الجملة إلى التاجر الذي يتعامل مع المستهلك، بالتالي يصل هناك مع هوامش الربح إلى سعر معين، وهنا الوعي عند المستهلك في كيفية اختيار وكيفية إدارة أمواله بنفس اللحظة. إبراهيم خليني أخذ من آخر كلمة أنت حكيتها، هي فكرة الوعي، فكرة إحساسنا أنه بدون مغالاة مش لازم نوصل لأكبر حد سواء كنت تاجر أو مستهلك. كمستهلك لازم يكون عندك وعي كافي وواضح بأنك أنت ما تستغل، وإذا تم استغلالك تلجأ للجهات المعنية واللي وظيفتها أنها تحميك، وكمان الدولة وضعت قوانين معينة تحفظ حقك كتاجر وكمستهلك ما تنساها، ودائما تكون على قدر من المسؤولية تجاه نفسك وتجاه عائلتك، وما نوصل لمرحلة زي ما كنا نحكي كمان رمضان اللي فات من المغالاة إنه إحنا يعني نخلص كل ماهيتنا زي ما بتحكي شافتي أول الشهر، وبعدين نقعد نقول وين رحنا في الأكل. أيوة بالظبط. كل الكلام اللي فعلا اللي اتقال ده علشان الخلاف وحل المشكلة ما بين حق المستهلك وحق التاجر وحقنا احنا كمان كشعوب ان احنا نحتفي ولكن بميزانية معقولة. ده اللي فكرنا فيه ان يكون معانا الرأي العلمي والعملي في نفس الوقت مع الدكتورة رانيا الجندي خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، وذلك بعد الفاصل.